اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام. ايضا الاستاذ صبري سراج، ازيك يا استاذنا؟ مساء الفل يا كابتن. إيه؟ الحمد لله كله تمام. مش متعود على دكتور واستاذ لازم نعمل كده. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تمام. طيب النهارده هنتكلم في موضوعين مهمين او حدثين الحقيقه. معانا اخبار عن نادي الترجي التونسي، وزي ما قلت لحضراتكم خلال هذه الفتره احنا لسه 18 يوم على المباراه الاولى، ولكن هنفضل دايما نتكلم عن الترجي يوميا. كل ما يجي لنا خبر كويس او نقدر خبر نقدر نقوله هتلاقونا بنقوله دائما عن الترجي. اما الجزء الثاني فهيكون مختص بالتحليل الفني لمباراه بكره ان شاء الله، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. ثابت، خليني ابدا معاك في موضوع المؤجلات الاول، الكلام فيما يخص موضوع المؤجلات على النادي الاهلي، والكلام عن فتكات وعواطف ومش عارف ايه والكلام اللي بيتقال ده. في الشهرين الاخر تحديدا كنا نشوف اي برنامج، طبعا اللي هم يعني ما بيحبوش النادي الاهلي، تلاقيه يقول لك ايه، هو ليه النادي الاهلي لعب 11 ماتش بس في الدوري، الفريق الوحيد، مقابل ان في انديه تانية لعبت 18 و17 و20. طب يا جماعه، ما هو النادي الاهلي لعب 11 ماتش، تعالوا نحسبها كده مع بعض ونشوف. هو اولا بس احنا فتحنا الموضوع ده تاني ليه؟ لان في خبر امبارح الحاج عامر حسين صرح تصريح، قال معانا برضو التصريح، قال ان حسام حسن، طبعا طولنا سمير لو سمحت، مدرب منتخب مصر، طلب الحصول على اسبوع قبل كل اجنده دوليه في اتفاقه مع احمد دياب، وبالتالي سيتم ايقاف الدوري يوم 26 مايو وانطلاق المعسكر يوم 27 من الشهر نفسه. فطبعا كان المفروض ان التوقف الدولي الجاي هيبقى يوم 3 من الشهر الجاي، فانت كده بتاخد اسبوع من الشهر الاخير ده، وبعدين هيتم تاجيل ماتش تاني للنادي الاهلي. فهل ده ذنب النادي الاهلي ولا مدرب منتخب مصر اللي طالب كده؟ برضه حصلت قبل كده في المعسكر الاخير اللي هو كنا بنلعب فيه كرواتيا نيوزيلندا، المعسكر ده تم تاجيل فيه مباراه الاهلي وانبي بناء على طلب الكابتن حسام حسن بالتجمع اسبوع. اذا المؤجلات اللي بتحصل دي رقم واحد كده مش ذنب النادي الاهلي، ادي سبب. يعني انا هقول لحضرتك الاسباب اللي بتحصل عشان بس ننهي النغمه اللي بتحصل، يقول لك الاهلي ليه لعب 11 ماتش، ده اول سبب. تعال نبص على السبب الثاني، هو الاهلي بدا الموسم بايه؟ النادي الاهلي يا جماعه، في برضو بعض الناس بتطلع في البرامج تقول لك اصل الاهلي لعب 35 مباراه بس في الموسم. ازاي؟ ما هو لعب 35 مباراه. انت عارف الاهلي سافر كام دوله؟ سافر 11 رحله طيران بره مصر حقيقي من اول الموسم. 11 رحله طيران ازاي؟ اول حاجه احنا سافرنا السعوديه 3 مرات، رحنا السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه، كاس العالم للانديه، ولعبت نهائي كاس مصر في السعوديه قدام الزمالك. ادي 3 سفريات السعوديه. سافرت في الدوري الافريقي مرتين، تنزانيا وجنوب افريقيا. سافرت الامارات في كاس السوبر لما لعبت فيوتشر ولعبت سيراميكا. دوري ابطال افريقيا، تعالى بقى انت سافرت الجزائر قدام شباب بلوزداد، سافرت ميدياما في غانا، سافرت تنزانيا مرتين، مره رحت لعبت يانج افريكانز وسافرت تنزانيا دي متعبه جدا، سافرت ليانج افريكانز وسافرت لسيمبا، سافرت بعد كده مازيمبي. فكل السفر ده هي مش بتتحسب بعدد الماتشات، ما انا ممكن العب كل يوم ماتش بس انا بلعب تحت بيتي، بلعب مثلا صحيح. في حته، لكن انا بلعب فين؟ بسافر دول، انا بسافر 11 دوله. النادي الاهلي طلع ب 11 رحله طيران بره مصر. بعد كده تعالى لو نعرض بس جدول الدوري برضو معانا، الناس بتقول لك هو ليه الاهلي لعب 11 مباراه؟ طب ماشي، مقارنه برضو بالمنافس نادي الزمالك، نادي الزمالك لعب 13 ماتش بس. اوكي، طب ما يا جماعه، ما هو نادي الزمالك برضو لعب 13 مباراه، والنادي الاهلي لعب في 3 بطولات زياده عن نادي الزمالك. هما ايه الثلاث بطولات دول؟ الدوري الافريقي، الفريق الوحيد في مصر اللي لعبه كان ساعتها كان في شهر من 20 اكتوبر ل1 نوفمبر، الاتحاد الافريقي الكاف قال ايه؟ قال ان اللي هيلعب في الدوري الافريقي مش هيلعب في الدوري لانه بيسافر تنزانيا ويرجع ذهاب واياب، ويسافر جنوب افريقيا ذهاب واياب، وبالتالي هيتاجل له الماتشات. بعد كده برضو كاس العالم للانديه نادي الزمالك ما لعبش فيه، كاس السوبر المصري في الامارات، يعني انت سافرت 3 سفريات 3 بطولات نادي الزمالك ما لعبش فيهم، ولعب زياده عن النادي الاهلي ماتشين بس في الدوري. صحيح. يبقى ليه الكلام تحديدا عن النادي الاهلي؟ نقطه كمان نقدر نرد بيها عشان الناس تتفرج. ها، تعال شوف ترتيب ماتشات الاهلي، يعني ماتشات الاهلي من اول الموسم، النادي الاهلي سافر الاول السعوديه في السوبر الافريقي، بعد كده راح سافر اثيوبيا مع سان جورج، بعد كده راح الدوري الافريقي، قعدنا من 20 اكتوبر لغايه يوم 1 نوفمبر، دي كانت بطوله الدوري الافريقي، بعديها لعبنا كاس العالم للانديه، بعديها لعبنا كاس السوبر المصري،
بعد كده في يناير التوقف الدولي بتاع كاس الامم، بعدين رجعنا على سفريتين الجزائر وغانا، بعد كده لعبت كاس نهائي كاس مصر قدام الزمالك مع السعوديه، بعد كده سافرت سيمبا، وبعد كده الكونغو في مازيمبي. فانت ما فيش وقت اصلا. النادي الاهلي هو اكتر، رغم ان الناس بتتكلم ان هو لعب 11 ماتش، الا ان هو اكتر نادي في افريقيا بيلعب ماتشات، واكتر نادي بيتضغط، واكتر نادي لعيبته موجوده في المنتخب، واكتر نادي بيتضر من الكلام ده كله. والمشكله كمان ده في مشكله تانية الناس مش واخده بالها منها، هتيجي مشكله الاولمبيات. النهارده لما مدرب المنتخب الاولمبي ياخد امام عاشور مثلا وياخد محمد عبد المنعم، الكلام ده لو اخده هل احنا هنلعب الدوري من غير الاثنين اللعيبه دول؟ هتحصل برضو نفس المشكله اللي حصلت من حوالي سنتين، ولعبت النادي الاهلي راحت الاولمبيات واحنا عندنا دوري. عندك ماتش بيراميدز يوم 12/7 وعندك ماتشات تانية. تمام. فده لا، ده كل ده بس احنا بنرد، يا ريت النغمه دي تنتهي، ان النادي الاهلي في نقطه كمان. يعني احنا بنتكلم عن ان النادي الاهلي لعب 35 ماتش بس، فهل هو ده رقم قليل اصلا؟ طب ما تيجي نشوف، يعني زميلنا احمد غمري عامل احصائيه لطيفه قوي. الاربع انديه اللي وصلت لنهائيات بطولات افريقيا، دوري الابطال والكونفدراليه، كل نادي منهم لعب كم مباراه من اول الموسم، ونشوف احنا فين، والمنافسين اللي منهم منافس محلي فين. الاهلي لعب لحد النهارده قبل ماتش بكره 35 مباراه. اوكي. نهضه بركان لعب 35 مباراه. الترجي لعب 32 مباراة، نادي الزمالك لعب كام مباراة؟ 25. اوكي. فمين اللي بيتكلم يعني؟ انت تقصد على الأربع فرق اللي وصلوا النهائي هنا والنهائي هنا. بالظبط، أدي أربع فرق وصلوا لآخر ليفل وآخر آخر محطة في كل بطولة أفريقية من البطولتين اللي بيتلعبوا. ثلاث فرق منهم لعبوا أكتر من 32، فرقتين لعبوا 35 وفرقة لعبت 32، ونادي الزمالك لعب 25 مباراة. فمين اللي بيتكلم عن إن، او مين يحق له انه يتكلم عن ان الاهلي عنده مؤجلات كتير؟ هو مطلوب ان الانديه كلها تبقى السنه الميلاديه بتاعتها 12 شهر والاهلي 14 عشان نلحق نلعب زينا زي الناس. يعني هل ده مطلوب نعمل كده، نعمل سنه الاهلي 14؟ هيقول لك الترجي لعب كام مباراه في الدوري؟ يعني ساعتها يقول لك ايه، اصل ده الترجي لعب كام مباراه في الدوري؟ ساعتها احنا هنرد عليه نقول له ايه، اصل الترجي ما لعبش في كاس العالم للانديه. صحيح. ما لعبش في الدوري الافريقي، ما لعبش في السوبر، لعب في الدوري الافريقي. سوري انا اسف، لعب الدوري الافريقي في كاس العالم للانديه، فبالتالي كاس السوبر المصري مثلا في الامارات صحيح. بالتالي هو ده فرق الماتشات اللي لعبها الترجي في الدوري. ما بالظبط، عشان كده انا بقول هل احنا محتاجين ان التقويم السنه الميلاديه بتاعت الاهلي تبقى زياده شهرين عشان نلحق نلعب ماتشات اكتر في الدوري، فالناس ما تبقاش متازمه؟ يعني هل احنا عندنا مشكله ان احنا شطار وناجحين فبنلعب في بطولات كتير وبنوصل فيها لاعلى ليفل ممكن فنتعاقب على ده؟ فليه الاهلي لعب ماتشات قليله في الدوري؟ طب الاهلي لعب اكتر عدد مباريات في الموسم في كل افريقيا اهو، يعني اكتر نادي لعب في افريقيا مباريات السنه دي. ده حقيقي وده واضح للي عايز يشوف، يعني تقدر سهل جدا ان انت تخش تشوف تعرف. والحقيقه صبري هنا كان بيتكلم على الاربع انديه اللي وصلت ليه، سواء الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال، او الزمالك ونهضه بركان في نهائي البطوله الكونفدراليه. ثلاث فرق لعبوا ما بين 35 و32، منهم النادي الاهلي، والزمالك لعب 25 مباراه. يعني عشان برضو للناس اللي عايزه تتكلم في هذا الامر فيما يخص النادي الاهلي، انا ماليش علاقه باي حد تاني، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي. برضو يا احمد الموضوع التاني بقى الاهم بقى بالنسبه لي برضو، كم مباراه سيلعبها النادي الاهلي منذ ان انتهت مباراه مازيمبي قبل نهائي افريقيا لغايه اولى المباريات الافريقيه، مباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال يوم 18/5؟ كم ماتش هيلعبه النادي الاهلي، وكم ماتش هيلعبه منافس النادي الاهلي نادي الترجي؟ احنا معانا المباريات، النادي الاهلي هيلعب اربع ماتشات ونادي الترجي اربع ماتشات. اوكي. انا لا، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي مدرب الاهلي ومدرب الترجي بالمواعيد بالاستادات كمان جايبينها. اول ماتش النادي الاهلي اهو هيلعبه يوم 1 مايو بكره مع النادي الاسماعيلي الساعه 7. تاني ماتش هيبقى مع الجونه يوم 4 مايو الساعه 7 دي بتوقيت مصر، يعني المواعيد اللي احنا كاتبينها سواء النادي الاهلي او نادي الترجي دي بتوقيت القاهره. الاتحاد السكندري هيبقى تالت ماتش يوم 7 مايو الساعه 7. رابع ماتش بلديه المحله 11 مايو الساعه 7 برضه. كل ماتشات الاهلي الاربعه قبل ماتش الترجي الساعه 7. أوكي. تمام. نيجي بقى لماتشات الترجي عشان الناس برضو عايزه تعرف ماتشات الترجي هتبقى ايه. بكره عندهم الصفاقس التونسي، ديت عندهم في البلاي اوف اللي هي المرحله النهائيه من الدوري التونسي، والترجي على فكره ماشي بشكل كويس جدا، هو بيقترب من حسم الدوري يعني.
بكرة لو كسبوا الصفاقسي هيقربوا أكتر. بكرة الساعة 7:30 أوكي. يعني بكرة النادي الأهلي مع الإسماعيلي الساعة 7، والساعة 7:30 الترجي والصفاقسي في تمام. ملعب رادس. الماتش الثاني مع الملعب التونسي يوم 4 مايو الساعة 5 بتوقيت القاهرة. بعد كده مع فرقة دي محيط كركانة دي في كاس تونس في دور ال 16 أوكي. هيلعبوا طبعا ممكن يريحوا اللعيبة، يعني هم ممكن لو كسبوا الماتشين دول يحسموا الدوري، بعد كده يبدأ يريح اللعيبة في الماتشين اللي بعدهم سواء ماتش دور ال 16، بعد كده النجم الساحلي برضو في استاد رادس الساعة 7:30 يوم 11 مايو. هي نفس المواعيد تقريبا اللي بس في فرق في الماتش الثالث، هم عندهم ماتش الكاس ده هيبقى يوم 8، احنا عندنا ماتش الاتحاد يوم 7، يعني أوكي. الفرق ما بين الاربع ماتشات هتلعبوا بدوري، احنا دوري وهم ثلاث ماتشات دوري وماتش كاس دور 16. عندهم برضو ماتشين، يعني الصفاقسي والملعب التونسي دول هم محتاجين يكسبوه عشان يحسموا الدوري أوكي. ممكن بعد كده يعني ممكن بعد يوم 4 يبتدي يريح كل اللاعبين اللي عايز يريحه. ممكن صح؟ ممكن وماتش كاس بس من 4 ل 18 برضو خلي بالك مسافه طويله جدا، ما اعتقدش ان هو ممكن يريح، يعني ممكن يريحهم محيط قرقانه ده وبعدين يرجع كده يدي النجم شويه لان ده بيبقى ديربي وهو بالتاكيد مش بالزبط. بيبقى عايز يخسر ماتش يعني النجم، يعني ماتش الاهلي والزمالك، يعني ماتش الاهلي والزمالك النجم الساحلي والترجي قريب. بس الماتشات دي الفرقتين ممكن يتبعوا سياسه ان انا ممكن اخلص في الشوط الاول، انا بشوف ان الفرقتين اعتقد هيعملوا كده ان هم يحاولوا يخلصوا الماتش في الشوط الاول عشان تقدر تريح شويه وتعمل روتيشن للعيبه في الشوط الثاني سواء الاهلي او الترجي. طيب انت حاطين لنا الجدول بتاع المقارنه الرقميه ما بين عدد المباريات برضو عشان يبقى الجدول قدام الناس يا شباب، اللي اتلعبت لكل فريق منذ بدايه الموسم سواء الاهلي او الترجي او نهضه بركان او الزمالك اللي لسه متكلمين عنها، نحطها على الشاشه برضو علشان يعني الناس بتبعت لي بتقول لنا حط لنا الارقام دي على الشاشه عشان نشوفها. مهم جدا اهو، لا مش ده يا شباب، الثانيه المقارنه الثانيه يا صبري، المقارنه الثانيه اللي بين عدد الماتشات، يعني اللي هي الاهلي والترجي ونهضه بركان والزمالك اللي هي 32 الاهلي 35. الاهلي 35 مباراه، نهضه بركان 35 مباراه، الترجي التونسي 32 مباراه، ونادي الزمالك 25 مباراه. اوكي ففي فرقتين لعبوا اكتر 10 ماتشات من نادي الزمالك، وفي فرقه لعبت 7 ماتشات اكتر من نادي الزمالك. يعني الاهلي اكتر من شارك هو ونهضه بركان، والزمالك اقل من لعب عدد مباريات من الانديه الاربعه اللي وصلوا لنهائيات البطولات الافريقيه. حلو جدا. ولكن على الجانب الاخر انت بتلعب كل 3 ايام زي ما احمد دلوقتي كان شرح ان انت بتلعب 3 ايام او كل 3 ما بين 3 ايام و4 ايام مباراه، اعتقد ده طبيعي وليس فيه نوع من انواع ال طالما بتلعب في مصر يعني. هو طبعا مع تتالي عدد المباريات الكبير بيبقى فيه اجهاد كبير، اجهاد يعني صحيح. اظن ان احنا لو كان يعني الاجنده لو كانت اتظبطت مثلا عن ايه ماتش الاسماعيلي ده يكون النهارده مش بكره، كانت العمليه هتبقى اظبط شويه في الوقت، ما نبقاش واخدين. ما النهارده كان هيبقى اقرب لماتش مازيمبي برضو، خلي بالك ما هو نفس الكلام، انت برضو كنت هتاخد كان ممكن اليوم ده تاخده في الاخر اللي هو قبل تاخده قبل ال 18 كان هيبقى اظن انه كان هيبقى بس انت أفضل عندك يعني. من 11 اخر مباراه ل 18 اسبوع مسافر كويس. يعني خصوصا ان انت مسافر، يعني احنا هنا كنا بنلعب ماتش مازيمبي هنا، انما في الاخر يعني هو ان انت بتلعب كل 3 ايام ده خلاص امر احنا خلاص يعني اتعودنا عليه، يعني هذا هو القدر، احنا هيبقى 48 ساعه واليوم الثالث ماتش 48 ساعه ولو ربنا كرمك وكسبت هذه البطوله ولعبت المباراه النهائيه يعني 18 25 وخدت البطوله من بعد 25 انت عندك كل 3 ايام مباراه صحيح. حرفيا لمده شهر ونص على ما اتذكر، ومع الاسبوع اللي الكابتن حسام هياخده مع المعسكر كمان فايده ثلاث ماتشات ثاني، يعني هيبقى الموضوع صعب جدا. ما هو ده اللي انا دايما اقول ان لعيبه النادي الاهلي تحديدا هنا، لانه انا وخلينا نتكلم على اخر معسكر اخر معسكر للمنتخب كان فيه 8 لاعبين من النادي الاهلي غير الاربعه الاخرين صحيح. هما بقيه اللاعبين المغتربين اللي هم يعني الاجانب، فانت عندك 11 لاعب، ال 11 لاعب دول يا جماعه مضغوطين نفسيا من مباراه في الدوري للنادي الاهلي، ثم مباراه في الكاس ساعتها بقى مباراه في الكاس، ثم مباراه في البطوله الافريقيه، ثم مباراه في كاس العالم للانديه، ثم مباراه في الدوري الافريقي. بالتالي لما تلاقي اللعيب اتنرفز سنه ولا حاجه، خلي بالك يا جماعه لعيب بشر، انا هنا والله لا يعني ما بوافقش على حاجه غلط، ولكن الواحد عايش مثل هذه صحيح. التجارب وشاف الضغط النفسي اللي على الواحد بيبقى ايه ساعتها، بعد ما بتلاقي نفسك اتنرفزت وعملت وبتطلع بتلاقي نفسك ايه
انا ليه عملت كده؟ ده بيبقى اسمه ضغط نفسي على اللعيب اكتر من اي حاجه اخرى يعني. وخصوصا وهنا بيبقى محتاج المسانده والدعم فقط، وخصوصا لو اللاعب ما خرجش عن النص، يعني انفعاله مثلا كان على نفسه، يعني لاعب اتضايق من مستواه، راجع من اصابه طويله، ماتش في التاني لسه مش جايب فورمه فاتغير، فامور طبيعيه جدا، فزعلان على نفسه، ما انفعلش على حد، ما طلعش اتخانق مع مدرب، ما طلعش اتخانق مع زمايله على الدكه، الراجل حزين يعني، حزين على مستواه. فاحنا ليه بنخرج الموضوع بس بره؟ خلي بالك يعني برضو انا هنا لا ابرر، لانه انا بالنسبه لي رقم واحد العقاب، وده بيحصل في النادي الاهلي. يعني انا مش محتاج اسال ولا محتاج اقول ولا محتاج اتكلم في هذا الامر، ولكن انا هنا بس اللي فارق معايا، لانه زي ما قلت قبل كده ان الواحد عايش مثل هذه الظروف كثيرا جدا. صحيح. الضغط الماتشات ده بيطلعك من كل حاجه، من هدوءك ومن تعبك وحاجات كتيره جدا يعني. ضغوط الماتشات وضغوط المنافسه جوه الفريق، يعني جوه الفريق حاجه مهمه جدا المنافسة. طبعا يعني خصوصا لما يكون اللاعب كل ما كان اللاعب اسمه كبير، كل ما كان يعني عنده ضغوط زياده، ان هو لازم يحافظ على مكانه، لازم يحافظ على مستواه، لازم يحافظ على الارقام اللي بيقدمها، ولازم دايما يعمل كل شيء صح عشان هو اكتر واحد العين عليه. ف طبيعي جدا، احنا بشر زي ما حضرتك قلت، طبيعي جدا في بعض الاوقات ان ده يحصل شيء من التنفيس، والمهم ان ده ما يكونش نمط، وده الحقيقه مش نمط. والحاجه الثانيه انه الراجل انفعل على نفسه، يعني لا بقول تاني، هو ولا طلع اتخانق مع المدرب بتاعه، ولا اتخانق مع زمايله على الدكه، ولا راح للكاميرا عمل حاجه مش كويسه، ولا اي حاجه. الراجل متضايق، يعني انتوا هتمنعوه من انه يتضايق على انه مستواه، ان هو حاسس ان هو مستواه مش كويس؟ يعني ده امر طبيعي ومنطقي جدا ان هو يشعر بكده. ايه هنا بنتكلم بشكل عام، ولكن اذا داخل النادي الاهلي بيحصل كده يا جماعه، لو اللاعب اخطا بيتم عقابه، ولكن صحيح. انا هنا بقول لحضراتكم ان احنا محتاجين ان احنا نقف جنب اللعيبه كلها، اللعيبه كلها ال 25 يوم اللي جايين دول، زي ما انا قلت في بدايه الكلامي، ان هي قلب اليوم، قلب السنه، قلب الموسم، قلب الموسم. احنا في وسط الموسم ده ان شاء الله الحصاد يبقى كويس خلال الايام القادمه. خبرين مهمين عايز تتكلم عنهم فيما يخص نادي الترجي. معانا يمكن اخر خبر للترجي هو ان هم خلاص بيقتربوا من تجديد عقد المدرب كاردوزو. معانا برضو ممكن نعمل معاهم طفره الحقيقه، يعني الناس مش مصدقين الطفره دي حتى في تونس. هو صعد معاهم، يعتبر صعد كاس عالم للانديه، ووصل نهائي دوري ابطال افريقيا، واطاح بصن داونز رايح جاي. مدرب يكسب صن داونز رايح جاي، اعتقد مدرب فارق معاهم مميز جدا، اكيد هنتكلم عليه كتير بعد كده، مميز جدا على المستوى الدفاعي. فهم خلاص يمكن بيحاولوا ان هم يقعدوا معاه عشان يجددوا عقد المدير الفني. معانا برضو الخبر اللي بعد كده اللي هو الاستقبال الحافل لفريق الترجي يمكن بعد ما جم، ومعانا فيديو لو نقدر نعرضه. الاستقبال كان رهيب برضو، استقبال كويس جدا من جمهور الترجي للفرقه، وهم متحمسين، ولسه يمكن كنا بنتكلم ان هم هيجوا القاهره برضو. لا جداً. وخلي بالك كمان، لانه اكمل احمد بس عشان ده الفيديو. ده فيديو الاستقبال، يمكن هم كانوا مستقبلوا لاعبتهم اول ما خرجوا صن داونز، خدوا كسبوا صن داونز رايح جاي طبعا، فكان استقبال قوي جدا، كان في تجمع كبير جدا من جمهور الترجي في المطار وهم راجعين، فكان يعني دليل برضو ان هم هيبقوا متحمسين جدا في مباراه النهائي. ده هيبقوا متحمسين جدا، ما عندهمش ضغوط، ولكذا سبب. اللي انا فهمته يعني من اصدقائنا في تونس، كلنا لنا اصدقاء كتير في تونس، فبنسمع منهم ان الهزيمه اللي فاتت في الدور قبل النهائي مسببه اللي هي 3-0 3-0 هناك في رادس، كانت مسببه لاخواتنا في تونس، في الترجي تحديدا، مسببه لهم زعل كبير، يعني على الرغم من اشادتهم بمثلا تغطيه قناه النادي الاهلي في ذلك الوقت، وقد احنا كنا او مش بنحافظ. هذه هي الحقيقه، ان نادي الترجي هو واحد من كبار افريقيا، وسيظل مهما كانت النتيجه. قيمه كبيره نادي الترجي، ومنافس من المنافسين العظام. الماتشات بتاعتهم الحقيقه معانا بتبقى ممتعه جدا، واحنا بنحبها رغم صعوبتها ورغم كل حاجه ورغم التنافس الشديد، انما هي فرقه كبيره والتنافس معاها بيكون تنافس محترم. انا بظن ان هم مش هيبقى عليهم ضغوط كبيره قوي بقى، بالعكس. بمعنى يعني هم الموسم اللي فات الترجي كان قدم موسم سيء جدا الحقيقه، وعمل تغييرات كبيره في الفرقه السنه دي، فما كانش من المتوقع ان هو يظهر بهذا الشكل اللي هو ظهر. فمجرد ان هم وصلوا للنهائي ده مخلي هو يعني مش مفاجاه للترجي كتاريخ، انما مفاجاه للوضع الحالي، ان هم التطور بتاعهم يحصل بسرعه كده.
فمن موسم كانوا بعيد جدا فيه، الموسم اللي بعده لا احنا موجودين في نهائي افريقيا، فحتى اذا ما فازوش بالبطوله وان شاء الله مش هيفوزوا بيها يعني، هم عملوا انجاز كبير يعني، طرحوا نفسهم على الساحه تاني بقوه، احنا الترجي احنا موجودين. فما اظنش ان هم هيبقى عليهم نفس الضغوط اللي بتبقى في اوقات تانيه معتاده على فريق بحجم الترجي، في حين ان احنا الناحيه التانيه النادي الاهلي مع توالي الوصول للنهائي لسنوات كتيره متتاليه، فهو اللي عليه العين وهو اللي عنده الضغوط انه لازم يثبت ان هو جدير بالفوز بكل بطوله بيدخل فيها. انت خلاص انت زعيم افريقيا اللي كل سنه بتوصل النهائي، طب ورينا يا عم. فيعني الضغوط علينا او على النادي الاهلي انا بشوف ان هي اكبر بكتير من اللي هتكون موجوده على فريق الترجي. عندك اخبار ثانيه كمان بالنسبه للترجي؟ الترجي يمكن اكتر ميزه من اكتر الفرق اللي عندها شخصيه، شخصيه افريقيه، زي ما بتشوف ريال مدريد ما اللي بيعمله دلوقتي في بس اوروبا. بس ريال مدريد هو النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي وريال مدريد افريقيا، فالنادي الاهلي في حته برضو والفرق الثانيه في حته يعني. الترجي والوداد هم اكتر فرقتين عندهم شخصيه، عندهم جماهيريه كمان، عندهم يعني تحس ان انت بتلاعب فريق عنده شخصيه جماهيريه، لكن النادي الاهلي طبعا في حته تانية. حته تانية يعني النادي الاهلي في حته تانية. طيب عندك اي اخبار تانية فيما يخص نادي الترجي؟ لا، في الحراس معانا برضو صوره على الحراس لو جاهزه. صوره الحراس الموقع الكاف او صفحه الكاف الرسميه اتكلمت على تالق امان الله مميش اللي هو حارس الترجي ومصطفى شوبير في دوري ابطال افريقيا. يمكن برضو كان معايا رقم للحارس اللي هو امان الله مميش، ان هو بقاله حوالي كام هي الرقم، حوالي 700 وحاجه دقيقه، هي 732 دقيقه بقاله دون تلقي اي هدف. ويمكن هو كسر الرقم بتاع الحارس ماركيز حارس بيترو اتليكو اللي هو كان 715 دقيقه كاعلى رقم مسجل في دوري ابطال افريقيا الحارس واحد. اوكي، فان شاء الله ان شاء الله نكسر الرقم دوت بقى بتاع الحارس مميش حارس الترجي ب 732 دقيقه. فيعتبر طبعا الحراس هم سر التالق وسر الوصول. مميش وشوبير عاملين حاله كبيره قوي في البطوله السنه دي، خصوصا مع صغر سنهم، والاثنين ولاد حراس مرمى، والاثنين ولاد حراس مرمى، والاثنين ما كانش متوقع ان هم يكونوا موجودين اصلا في في البطوله او يشاركوا، مع ذلك هم نجوم البطوله يعني. ارقامهم الاثنين الحقيقه ممتازه، ويمكن في تفوق الحقيقه لمصطفى شوبير جدا في انما ده ما يمنعش ان امان الله مميش عامل بطوله عظيمه يعني. هو لعب 6 مباريات في البطوله لحد دلوقتي، طلع ب5 كلين شيت، استقبل 3 اهداف كلهم كانوا في مباراه واحده، اتعرض ل 14 محاوله صحيحه على المرمى وصد منهم 12 محاوله. ممتاز جدا في الكرات الطويله بالمناسبه، بيعمل يعني نسبه كرات طويله عنده 41% من حارس مرمى، اظن دي نسبه ممتازه. شوبير لعب 5 مباريات، 5 كلين شيت، الله أكبر يعني. عدد محاولات الصحيحة اللي تلقاها 24 محاولة، فعمل 24 تصدي، فأرقام الحقيقة عظيمة جدا. دقة التمرير عنده برضو ممتازة سواء في القصير أو في الطويل، في القصير نسبة 100%، في الطويل 35%، أقل شوية من مميش، إنما على مستوى التصديات هو عامل تصديات أعلى معدل تصديات في البطولة. في 2 حراس مرمى صغار في السن، كانوا الناس كان في حاله هجوم كبيره عليهم اول ما بداوا يشاركوا الاثنين، لان الاثنين ولاد حراس مرمى سابقين، فهتحطوا تحت بند ابناء العاملين، الا انهم لما شاركوا اثبتوا تفوق كبير. نتمنى ان تفوق مصطفى شوبير يستمر في الماتشين الجايين، وان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا يعني. يا رب ان شاء الله، لانه نتمنى، لانه كلنا ننتظر يوم 25 ان شاء الله تبقى حاجة حلوة. 18 بطولة للنادي الأهلي يا أحمد حتى الآن في الأربع ألعاب الجماعية، عشان نروح بقى لمباراة الإسماعيلي في الأربع ألعاب الجماعية. وفي نفس الوقت عندما تنظر إلى مجلس الإدارة، بتشوف في مجلس الإدارة اللي بتشوفه في الفرق روح الجماعة موجودة وروح الفانيلا الحمر. طبعا نجاح كبير جدا للنادي الأهلي السنة دي في ألعاب الصالات. أنت بتتكلم في 18 بطولة، منهم 16 في ألعاب الصالات واثنين في القدم، نجاح كبير جدا. الجميل كمان روح الجماعه، روح الجماعه دي موجوده في مجلس الاداره كله، وبصراحه حاجه محترمه منهم. حتى كابتن محمود الخطيب في بعض الاوقات ما تلاقوش بيظهر، في كل الاوقات تلاقيه بيظهر بس في وقت الشده يعني. مثلا يوم الاهلي مدينه نصر لما خسرنا من الزمالك تلاقيه تاني يوم موجود اهو، تاني يوم اهو تلاقيه موجود فين؟ في اهلي مدينه نصر. في وقت الانتصار مش هتلاقيه، وقت الفوز مش هتلاقيه في كل الحفلات هتلاقيه موجود، لكن وقت الشده هتلاقيه موجود. وقت برضو ملف الطايره، فاكر لما خسرنا الطايره السنه اللي فاتت وقعد مع الرجال، برضو السنه دي اخذ الرباعيه
برضه في السيدات لما خسرنا في السيدات شوط او ماتشين كان اتنين كان 1-1 وكنا محتاجين نكسب الزمالك في الماتش الاخير قعد معاهم وهداهم وازاي وبعدين وقت الشده بتلاقيه موجود. روح الجماعه بشكل عام بصراحه في مجلس الاداره فيحسب بصراحه للنادي الاهلي برضه التطوير وكل التحيه برضه للكابتن خالد العوضي على الملف اللي بيديره ده. طيب برضه قبل ما نروح لمباراة الأهلي والإسماعيلي، نجاح ألعاب الصالات هذا الموسم حتى هذه اللحظة بشكل كبير يا صقر، واستمرار عزيم للي كان بيحصل من الموسم اللي فات طبعا. الحقيقة سيطرة كبيرة جدا على البطولات وملف يعني كل التحية فيه الكابتن خالد العوضي والمجلس الإدارة والمرحوم العمري فاروق اللي عمل الحقيقة إفورت كبير قوي الله يرحمه في الملف ده. فإحنا بنحصد انجازات او بنحصد اللي اتزرع بشكل صحيح على مدار الفتره اللي فاتت، تالق وسيطره كبيره مستحقه الحقيقه. بنستعيد عرش الطايره مره ثانيه ودي حاجه احنا كنا متعودين عليها، اللي حصل قبل كده في الفتره البسيطه اللي فاتت كانت استثناء، لكن بنرجع لوضعنا الطبيعي. العاب الصالات النادي الأهلي بيحقق فيها إنجازات عظيمة على مدار التاريخ، حتى لو كان حصل تراجع في بعض الأوقات، لكن الطبيعي أن دي تكون مكانة النادي الأهلي دايما. إن شاء الله البطولات لسه ما خلصتش وإن شاء الله هنحصد كؤوس تانية ويبقى عندنا حلقة كبيرة زي السنة اللي فاتت فيها كل البطولات، بس يا رب نلاقي لهم مكان. السنة اللي فاتت ما قدرناش نحط كل الكاسات لو تفتكر على عشان الشاشة يعني الكاميرات ما كانتش هتجيب كل المشهد، فإن شاء الله السنة دي نتصور صور تانية بنفس الشكل يا رب إن شاء الله ويكون لنادي الأهلي الغلبة فيه إن شاء الله. إن شاء الله نستطيع نفوز بكل البطولات، إحنا كده طمعين في إن إحنا ناخد بطولات دائما بمثل هذا الشكل. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه مباراة بكرة، مباراة مهمة، مباراة كلاسيكية كبيرة ما بين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي. أبدأ بك يا أحمد، مقارنة ما بين الأرقام الناديين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي. طبعا نبدأ أرقام النادي الأهلي والإسماعيلي في الدوري. النادي الإسماعيلي لعب 19 مباراة السنة دي، كسب 4 وده رقم قليل جدا، كسب 4 اتعادل 7 خسر 8 من 19، والنادي الأهلي لعب 11 كسب 6 اتعادل 3 خسر 2. سجل اهداف النادي الاهلي مسجل 24 جون في 11 ماتش، الاسماعيلي مسجل 18 جون نسبه قليله قوي في 19 مباراه. استقبل اهداف النادي الاسماعيلي دخل فيه 22 جون في 19 ماتش. النادي الاهلي استقبل 13 جون في 11 ماتش وده رقم مش حلو بالنسبه للنادي الاهلي برضو. ان انا استقبل 13، انا السنه اللي فاتت كلها مستقبل في الدوري 13 جون. فنتمنى ان الاربع ماتشات الجايين في الدوري ما نستقبلش اهداف، لان الفرقه اللي بتاخد الدوري هي الفرقه اللي بتحافظ على نظافه شباكها. ده اهم واخطر رقم. الرقم ده الرقم الوحيد اللي مش عاجبني في ارقام النادي الاهلي بصراحه. ان انا ما ينفعش اكررها تاني، ما ينفعش ان انا استقبل 13 جون. لازم اشوف ايه الاخطاء الدفاعيه الموجوده واعالجها في الرقم ده تحديدا. نيجي نحافظ على نظافه شباكه. النادي الاهلي 3 ماتشات بس من 11 ونادي الاسماعيلي 3 ماتشات من 19. وده رقم يأكد ان النادي الاسماعيلي بيعاني من مشاكل دفاعيه كبيره. 3 ماتشات بس من 19 ماتش. الاستحواذ هتلاقي ان رقم كبير للاسماعيلي، وصل ل 56%، فده دليل على طريقه الكابتن ايهاب جلال. النادي الاهلي طبعا 59.5 يعني 60%. معدل المحاولات برضو الفرقتين كورتهم هجوميه، يعني النادي الاسماعيلي لما يعمل 12 و3 بيأكد، رغم ان الفرقه بتنافس على الهبوط او في المراكز المتاخره في الجدول، الا ان هي بتلعب بكره هجوميه وعندها استحواذ كويس. صحيح. النادي الاهلي 15.6، الرقم ده برده كويس، دليل ان الفرقه بتلعب بكره هجوميه. لكن الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان الفرقتين عندهم بعض الاخطاء الدفاعيه. ليه النادي الاسماعيلي مستقبل 22 جون في 19 ماتش؟ النادي الاسماعيلي مستقبل محافظش على نظافه شباكه غير 3 ماتشات بس من 19. برضه نخش على التشكيل، التشكيل المتوقع بكره للاسماعيلي وايه الفكر بتاع الكابتن ايهاب جلال. يمكن في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، وده واخد حارس الشهر في الشهر اللي فات بتصويت الجمهور. يعني الارقام اللي انت عرضتها كانت يعني توضح قد ايه احمد عادل عامل موسم ممتاز. يعني الاسماعيلي مستقبل 22 هدف السنه دي، رغم انه فعليا كان المفروض يستقبل حوالي 48 هدف، فمعدل تصديات كبير. بالظبط، فمعدل تصديات كبير الحقيقه لاحمد عادل عبد المنعم، عامل موسم مميز جدا، والى حد كبير هو من العوامل اللي مخليه الاسماعيلي لحد دلوقتي عنده امل انه يكمل.
رغم سوء حاله الدفاع بتاعه نادي الاسماعيلي، انما هو الحقيقه عامل على المستوى الفردي مقدم اداء ممتاز جدا يعني. طيب زي التشكيل التشكيل يعني تشكيل نادي الاسماعيلي المتوقع وابرز لعيبه نادي الاسماعيلي. هو التشكيل الاسماعيلي مش هيختلف عن كده، بس هو في مركز راس الحربه هم عندهم مشكله في راس الحربه واضحه. في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، الاثنين المساكين محمد نصر ومحمد دسوقي، حمدي النكاز باك رايت، وحاتم سكر باك ليفت. الثلاثة اللي في وسط الملعب هشام محمد، محمد بيومي، محمد مخلوف. دول الثلاثة اللي في وسط الملعب. ممكن تفكر مثلا ان كابتن إيهاب جلال في بعض الماتشات قدام النادي الأهلي بيلعب بثلاثة ورا، هل هو عنده مساك ثالث أصلا يحطه؟ ما عندوش. بعد كمان بيع عياد العسقلاني في روسيا، وبالتالي ما عندكش غير محمد ناصر ومحمد دسوقي، فده الاقرب. نيجي الثلاثه اللي قدام، عبد الرحمن مجدي واحمد الشيخ ونادر فرج. هو بيلعب احمد الشيخ كراس حربه يعني وهمي، بس في لعيب برضو احنا يعني ممكن نقوله لان احنا ممكن يخش، اللي هو عمر الساعي. وعمر الساعي بيلعب، عمر الساعي ده احسن لعيب في الاسماعيلي مع عبد الرحمن مجدي. صحيح. عمر الساعي برضو ممكن من اللعيبه اللي هي لو حب يهاجم يدخله مثلا مكان محمد بيومي او محمد مخلوف. صحيح. يكتفي بواحد فيهم او يطلع حمدي اللي هو الباك رايت، يطلعه ويودي محمد بيومي باك رايت ويدخل عمر الساعي. الثلاثه اللي قدام عبد الرحمن مجدي ناحيه اليمين مفيش خلاف عليه ان هو هيبقى موجود. صحيح. نادر فرج برضو ناحيه الشمال مفيش خلاف عليه. الفكره في راس الحربه هو امبارح دخل خالد النبريسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو المهاجم الفلسطيني اللي هو مواليد 2003، اول مره يتواجد في قائمه الاسماعيلي السنه دي، فهل ممكن يبدا بيه؟ ما هو مواليد 2003. في باسم مرسي كمان، وفي باسم مرسي برضه كان مستبعد لفتره طويله وضمه لقائمه المباراه دي الاول، فهل هيخلي مثلا الشيخ ورقه ويبدا بباسم مرسي او خالد النبريس واحد فيهم ويحط عبد الرحمن مجدي ونادر فرج، ولا يحط احمد الشيخ راس حربه زي الماتش اللي فات؟ خاصه ان احمد الشيخ جاب له جونين، يعني احمد الشيخ لما بينزل بديل. احمد الشيخ احنا معانا ارقامه، معانا يعني الحقيقه من ساعه ما رجع من ال انا عايزك برضه تتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه في النادي الاسماعيلي. يعني خلينا نتكلم في نقاط القوه اكتر. هي الفرقه دفاعيا طبعا عندها مشاكل كبيره، احنا استعرضنا في الارقام ان هم تلقوا 22 هدف وكانوا المفروض يتلقوا حوالي 48 هدف. احمد عادل عبد المنعم شايلهم بشكل كبير، انما دفاعيا هم ما عندهمش اي تفوق. على الصعيد الهجومي بيخلقوا فرص كتير لكن معدل التهديف قليل لان ما فيش مهاجم عندهم. الاسماعيلي ما عندوش فرود يعتمد عليه معظم الموسم، فبالتالي الارقام بتاعت يعني او ترجمه الفرص دي فيها نقطه ضعف كبيره عند النادي الاسماعيلي. احمد الشيخ واحد من اهم لعيبه الاسماعيلي في الفتره الاخيره الحقيقه، في من ساعه ما انضم للنادي الاسماعيلي هو لعب 5 مباريات، عدد دقائق قليل لانه كان بينزل كبديل، سجل هدفين من فرصة واحدة متوقعة، يعني كان عنده فرصة حقيقية واحدة للتسجيل لكن هو فعليا سجل هدفين، وده طبعا رقم كويس جدا. عمل بس 5 محاولات على المرمى في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، منهم 2 صحيحة. صنع أهداف، صنع هدف وحصل على ركلة جزاء، فهو فعليا شارك أو ساهم في حوالي 4 أهداف للنادي الإسماعيلي في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، فهو كان ورقة رابحة للإسماعيلي كبيرة في المباريات الأخيرة. من اللعيبة الثانية برضو اللي الإسماعيلي بيعتمد عليها بشكل كبير طبعا عبد الرحمن مجدي، وبرضو معانا أرقامه لو نستعرضها. أحمد الشيخ كمان في مراوغات عنده نسبة مراوغات عالية جدا. عبد الرحمن مجدي طبعا لعب أغلب مباريات الموسم، لعب 17 مباراة سجل 3، و محاولاته على المرمى كانت 51 محاولة على المرمى، منهم 19 محاولة ناجحة، صنع هدفين وصنع عدد فرص الحقيقة كبيرة جدا لكن لم تترجم إلى أهداف. 37 فرصة صنعها لزمايله، مش بيعتمد كتير على العرضيات، مراوغاته نسبتها كويسة جدا عالية الحقيقة، عامل 53 مراوغة منهم 33 مراوغة صحيحة. اللاعب الثالث برضو احمد اتكلم عليه اللي هو عمر الساعي، برضو معانا ارقامه، لعيب صغير عنده 21 سنه. عمر الساعي ده لعيب كويس قوي، يعني بوتنشال جدا الحقيقه. لعب 17 مباراه لحد دلوقتي، سجل هدفين وصنع هدفين، كان المفروض يسجل 6 اهداف لكن هو فعليا سجل هدفين بس. صناعه الفرص، صنع 20 فرصه لزمايله، ودقه تمريره 72%. كلاعب بيلعب دايما لقدام، فهي نسبه انا بشوف ان هي نسبه كويسه. عرضياته 22% نسبه العرضيات، عمل 27 عرضيه منهم 6 صح. مراوغاته
59% برضه نسبة كويسة، عمل 41 مراوغة منهم 24 صح، لاعب عنده 21 سنة بالأرقام دي بيقول إن هو لعيب بوتنشل وجاي يعني اللعيب من اللعيبة الكويسة أوي. دول أميز الحقيقة، أنا بشوف إن هم أميز ثلاثة في الإسماعيلي في الموسم ده أو في الفترة الأخيرة تحديدا يعني. بص على رقم صناعة الفرص كمان، هات الإحصائية رقم 20 فرصة 20 أنا قلت 20 بيلعب 8 بيلعب 8 وأصلا وكمان هو أصلا جناح يعني، فهو يعني متوظف 8، فهو الحقيقة لعيب كان بيلعب في المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب الأول كان بيلعب جناح، وبعد كده الكابتن إيهاب جلال لما وظفه في 8 بقى بيزيد. حتى لو جبنا هات الأبرز في الإسماعيلي، إحصائيات الأبرز في الإسماعيلي معانا صور فيها الأبرز، اتفضل هتلاقي فيها التكملة لكلامك برضو، هتلاقي إن هو برضو هم أحسن اتنين لعيبة السنة دي، عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي أهو. أوكي. يمكن هداف الفرقة عبد الرحمن مجدي جايب 3 أجوان، الأكثر صناعة للأهداف عمر الساعي ونادر فرج اللي هو الوينج الشمال، اتنين اسيست واتنين اسيست. مين اكتر لاعب بيروح على الجون في الاسماعيلي؟ عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عمر الساعي رغم ان هو 8 لان هو بيروح على الجون كتير. عبد الرحمن بيروح تقريبا 3 محاولات في الماتش الواحد، عمر الساعي محاولتين. هات الصوره اللي بعدها، ده برضو مين اللي بيصنع فرص كتير عندهم؟ هتلاقي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عبد الرحمن مجدي بيصنع اكتر من فرصتين في الماتش، عمر الساعي تقريبا فرصه ونص. المراوغات، عبد الرحمن مجدي من اكتر اللعيبه في الدوري اللي عامله مراوغات، صحيح عامل موسم كويس بس مش ظاهر عشان يمكن حاله الفرقه، حاله الفرقه مش مساعده قوي، وقله الخبره يعني، ده مع تغيير مركز جوان كتير. عبد الرحمن كبر برضه يعني، احنا على طول دايما نقول صغير، لا هو كبر 27 او 27 سنه حاجه كده. هو كان في المنتخب الاولمبي من قريب، هو مشكلته كمان ما بيجيبش جوان كتير. اوكي يعني هو انت هتلاقي ارقامه كلها مراوغات، صناعه فرص، محاولات، بس هتلاقيه جايب كام جون؟ انت لسه كنت عارض الاحصائيه، ثلاثة اهداف صنع هدفين بس، هو على مستوى الصناعه هو صنع 20 فرص. أوكي. فهو صنع رقم كبير، لكن لان ما فيش مهاجم جيد في الاسماعيلي او ما فيش مهاجم اصلا، فلم تترجم اغلب الفرص دي لاهداف، لكن يبقى هو اهم لعيب في الاسماعيلي، ومعاه عمر الساعي زي ما قلنا، رغم ان هو تحول من جناح للاعب 8 وبيلعب سنه صغير، ما عندوش الخبرات الكبيره، انما بيقدم موسم هايل. مع دخول احمد الشيخ الحقيقه قدم لهم اضافه كبيره في الماتشات او في الخمس ماتشات اللي فاتوا دول، قدم اضافه كبيره كبديل للنادي الاسماعيلي، بديل مهم يعني. وإيريك تراوري، إيريك تراوري مش هنشوفه تقريبا، إيريك تراوري في حالته في الاسماعيلي يعني ما شفته، مش في حالته خالص، بعيد إيريك تراوري، بس هو يظل لعيب كويس الحقيقه. بس يعني في فتره من الفترات في المقصه كان بيقدم، وانتقاله بعد كده البيراميدز كان بيقدم مواسم كويسه قوي في الدوري، وفجاه ابتعد كده بلا سبب وعاد، ولسه ما شفناش منه بقى اي حاجه تانية. طيب اخد برضو رايكم اخيرا في تشكيل النادي الاهلي اللي من وجهه نظركم يكون موجود بكره. انا شايف ان احنا نبدا طبعا بالاساسيين، بتحاول ان انت تخلص المباراه من بدري يعني، اللعيبه اللي هي اللي رجليها في الملعب يعني، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، عمر كمال ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الثلاثه اللي في النص ان شاء الله، ان شاء الله اتمنى عوده مروان عطيه، يبقى مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق. شوف ان اكرم عودته مكسب كبير قوي في وسط الملعب، فانا احاول اثبته واكسبه عشان هحتاجه لما اروح رادس. اكرم في الحته دي ومعاه مروان عطيه عودته مهمه قوي، وامام عاشور اللي رجع الماتش الثاني يعني الشوط الثاني المره اللي فاتت عمل بري اسيست وعمل اسيست. فالثلاثه في وسط الملعب انا بشوف ان الثلاثه دول هايلين، وان شاء الله انا انتظر عوده اليو ديانج في الماتشات اللي بعدها. الثلاثه اللي قدام هيبقى ممكن حسين الشحات او رضا سليم او احمد عبد القادر وحسين الشحات مثلا او رضا سليم، اي حد من الثلاثه دول يختار منهم اثنين، وقدام وسام ابو علي او كهربا. صبري يعني مش هختلف كتير، شوبير طبعا، متولي وربيعه ومعلول اظن ان هو ممكن يدي متولي ولا منعم؟ منعم 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 وربيعه ومعلول، بشوف ان هو ممكن يدي بكره عمر كمال ويريح محمد هاني يعني، اعتقد ان هو ممكن يبدا كده. مروان، عوده مروان، اكرم طبعا لازم يستمر في الملعب، عوده امام، فالثلاثه دول انا بشوف ان هم يعني الاولى ان هم يبداوا بكره على الاقل بالنسبه لي يعني. تاو عبد القادر، و إذا كانت حالة أسامة أبو علي فهتبقى مفاضلة بينه وبين كهربا، لو الكادمة ممكن حب يريحه، فأظن أن كهربا هو اللي ممكن بكرة يكون موجود. أيا كان مين اللي هيبدأ فيهم، أتمنى أشوف التاني لبعض الوقت في المباراة، أتمنى أشوف محمود متولي لبعض الوقت في المباراة، لأن عودة متولي الحقيقة هتفرق معنا كتير دفاع، سواء على مستوى المساكين أو حتى نص الملعب. متولي لعيب كبير قوي، والحقيقة إصابات عطلته كتير يعني.
عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معنا. شكرا كابتن، انا بشكرك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي في تمام الساعه 7 قبل المباراه بساعتين بالاستوديو التحليلي لمباراه لهذه المباراه وكواليس كل ما يحدث ما قبل بدايه المباراه وما بعد نهايه هذه المباراه. كل التوفيق للكبيرين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، وكل التوفيق ايضا للنادي الاهلي الذي ويستطيع ان يفوز في هذه المباراه ويحصد 3 نقاط تكون في طريق عودته مره اخرى لصداره الدوري العام المصري. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.